انا بتذكر في احدى العمليات، وما كانش عليا الدور، كان الدور على حد في رتبة نقيب او رائد من القدام، ان نعمله عملية خلف خطوط العدو. كانت عمليات بنسميها استطلاع، عمليات الاستطلاع. الاستطلاع دي كان بيطلع مجموعة نعبرهم بقوارب من خليج السويس، ونمشي زي ما احنا بقى حسب المهمة، 6 كيلو، 10 كيلو، 20 كيلو، لغاية ما نروح الموقع. انا حظي الكويس ان الموقع اللي انا كنت رايح ارصده مجرد مش معركة، هشوف موقع اسمه النقطة 151 على قناة السويس. النقطة دي اللي هتهاجمها كتيبتي، فكان المفروض اروح اعمل كروكي للنقطة دي كامل. كنت انا وفرضين، احنا الثلاث عسكريين وانا، وعبرنا ورحنا وتسللنا بالليل لغاية ما وصلنا عند النقطة، وكانت حاجة إعجاز إن أنا أخش في وسط خط بارليف ده كله بهذه الصورة. أنا رسمت الموقع بالكامل، ويمكن أنا أتذكر كويس قوي، مش هقول لك قلت المزاغل والفتحات وكم مدفع وكم رشاش والخندق إيه والألغام إيه والفتحات إيه، لا، هي شيء واحد بقى وله تأثير كبير فيا. وأنا رجعت حكيته لزمايلي. إحنا لما بنرجع بيعمل مؤتمر قائد اللواء، وبيجيب كل ضباط اللواء، نبدأ الضابط اللي عمل الاستطلاع يبدأ يشرح. قلت لهم مش هقول لكم حاجة غير يافطة واحدة شفتها. أنا هرسم لكم وهطرح لكم كل التفاصيل بتاعت النقطة، ودي هيئة العمليات بتاعتنا تدرسها وتحللها زي ما عايزة، لكن اللي أنا شفته يافطة كبيرة مكتوبة زي التيبل بتاع الإعلانات اللي على الطرق، مكتوب فيها إيه؟ بالإنجليزي وبالعربي وبالعبري. عام 48 أخذنا فلسطين، عام 56 أخذنا شرم الشيخ، عام 67 أخذنا سيناء، عام 75 سنأخذ القاهرة. هذه اليافطة أثرت فيا وحكيتها لزمايلي، وقد إيه تذكرت وأنا بقتحم النقطة بقى.